السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. هنكمل مع بعض دروس الجافا سكريبت، والفيديو ده مهم جدا لأي حد بيبدأ في البروجرامينج. هنتكلم فيه عن الفاريابلز، والفاريابلز تعتبر من أهم الحاجات الموجودة عندنا في أي بروجرامينج لانجوج. أولا قبل ما نبتدي تعالوا نفهم مع بعض يعني variables. كلمة variables دي معناها أنا بروح أحجز مكان في الميموري بتاع الكمبيوتر لتسجيل قيمة بصفة مؤقتة إن أقدر أستخدمها أو أنده عليها أي عدد من المرات داخل البروجرام بتاعي. تمام؟ يبقى place in the computer memory، مكان في ذاكرة الكمبيوتر له storage مساحة تخزينية، والnumber of bytes range. يعني range قال لك أقدر أسجل فيه قد ايه. بمعنى لو انا عندي رقم، الرقم ده اقصى رقم ممكن يكتب قد ايه واقل رقم، ده على حسب حاجة اسمها data type، انواع البيانات التي تسجل داخل البروجرام بتاعي. طيب تعالوا بدل ما نقعد نتكلم كلام نظري كده نفهم. اولا انا فكرة الميموري دي معناها ايه، تعالوا نفهم كده واحدة واحدة كده يا شباب. انا لو نتخيل ان انا عندي، لو فتحنا كده نفتح بس رسام كده ونرسم عليه شكل الميموري بتاع الكمبيوتر. بص يا شباب، دي بنسميها الرام او الميموري. ثانية واحدة، يبقى دي اسمها ايه؟ رام او ذاكرة الكمبيوتر. بيبقى منظرها بالمنظر دوت كده، متقسمة إلى خلايا cells بالمنظر دوت. كل cell من cells اللي عندي اللي قصادنا دي بيبقى حجمها 1 byte. يعني مثلا لو جينا نشوف، أنا مثلا في الميموري عندي بتاع الجهاز دوت وليكن حجم الميموري 8 ميجا بايت، او سوري 8 جيجا بايت بالجيجا. طبعا عشان اعرف انا عندي كام خلية في الميموري ممكن اسجل فيها بيانات، طبعا هضرب 8 في 1024 في 1024 في 1024، لان احنا عندنا الجيجا بايت فيها 1024 ميجا بايت، والميجا بايت فيها 1024 كيلو بايت، والكيلو بايت فيها 1024 بايت. فانا هضرب 3 مرات 8 في 3 في 3 مرات 1024، هيطلع لي وليكن 10 مليار خلية داخل الميموري بتاعي. ايه اللي بيحصل؟ انا بقى كبروجرامر مثلا انا بصمم برنامج لمجموع رقمين زي ما هنعمله كمان شوية. البرنامج دوت انا كيوزر لما اجي اتعامل مع البروجرام بفتح البروجرام، فالبروجرام بيروح حاجز جزء من الرام. نجيب لون تاني كده. البروجرام يروح حاجز جزء ده من الرام، ده لصالح بروجرام الكالكوليتر. ركزوا معايا بقى في الحتة دي عشان الناس تفهم. تمام؟ البروجرامر بقى اللي عمل البروجرام دوت راح قال للكمبيوتر سجل عندك مكانين في الميموري، هنا ده بس وليكن المكان ده والمكان ده، هيستقبلوا قيمتين من اليوزر، رقم اول اسمه نمبر 1 والرقم الثاني اسمه نمبر 2. يبقى هو راح سمى ده نمبر 1 وراح سمى ده نمبر 2. يعني هو مكان في الذاكره، ده اسمه فاريبل، مكان في ذاكره الكمبيوتر له قيمه متغيره. انا بستخدم الكلام دوت ان انا ممكن انده عليهم اي وقت بحيث ان انا اقدر اعمل عليهم عمليه البروسيس، فيطلع لي في النهايه الريزلت اللي انا عايزه، الناتج بتاعي الريزلت. ده المقصود بكلمه variables. تمام كده؟ ده توضيح بسيط. فلذلك انت جرب كده، حاول تفتح ابلكيشنز كتير على الكمبيوتر او على الموبايل او كده، هتلاقي مثلا فتحت بروجرام حاجز الجزء ده، كمان بروجرام حاجز الجزء ده، كمان بروجرام حاجز الجزء الباقي، كمان بروجرام حاجز الجزء المتبقي. ففتحت برامج كتيره جدا هتلاقي الميموري اتملى. تمام؟ طول ما البرامج دي كلها مفتوحة هتلاقي الجهاز تقل معك جدا، لازم تروح تفضي الميموري او تقفل الابليكيشن دي بحيث ان هي الميموري ترجع تفضى تاني. خلاص؟ ده المقصود بالميموري بتاع الكمبيوتر. ده تبسيط للموضوع بتاعنا النهاردة اللي هو الفاريابلز. نرجع بقى لموضوع الفاريابلز، ازاي ان انا اروح احجز من الميموري بتاع الكمبيوتر مكان
واسميه variables واعرفه ان هو variables. طب تعالوا مع بعض كده داخل البروجرام بتاعنا، نقفل ده بقى ونرجع للجافا سكريبت. ده الفايل بتاعنا اللي هو صفحه الاتش تي ام ال بتاعتنا، وهنكتب السكريبت بتاعنا. اول حاجه بعلن، بعمل ديكلير اعلان للفاريبل عن طريق استخدام في الجافا سكريبت كلمه var. هل القاعده دي ثابته في جميع البروجرامنج لانجويج؟ لا، تختلف من بروجرامنج لانجويج لاخرى. انا هنا بتكلم على الجافا سكريبت، كلمه var كده هو عارف ان انا بعمل اعلان لمتغير لفاريبل، تمام؟ طيب المتغير ده اسمه ايه اللي هيبقى في الميموري؟ سميه اي اسم، انا سميه number 1 n1.